الهواء يأتيكم عبر أثير إذاعة صباح الخير. صباح الخير أمريكا. أمريكا. من يوم اللي تكون يا وطني الموج أسعد الله صباحكم بكل خير. مرحبا بكم أحبتي في حلقة جديدة من سوا على الهواء ودكتور وراء الميكروفون. هل يصاب الرجل بالعقم؟ ما هي الأسباب وطرق العلاج؟ من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه جعل الرغبة في الإنجاب غريزة طبيعية داخل البشر، فحلم كل زوجين هو إنجاب طفل يتوج هذا الزواج ويكون مصدرا لسعادة الزوجين في الصغر وعونا لهما في الكبر. لكن بعض الأزواج قد يعانون من أسباب تؤدي إلى العقم، وكان من الشائع في السابق أن يتم تحميل المرأة مسؤولية عدم الإنجاب، لكن العلم أثبت أن الرجل قد يتحمل هذه المسؤولية أيضا بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 30%، وهو ما يستوجب الاستشارة الطبية للزوجين معا بعد مرور عام كامل من الزواج دون حدوث حمل. تثير هذه الحلقة العديد من التساؤلات العامة: هل يصاب الرجل بالعقم فعلا؟ هل يمكن اعتبار عقيما؟ وما هي أعراض عقم الرجال والأسباب التي تؤدي إلى حدوثه وكيف يمكن علاجه؟ هذا الصباح كل هذه المحاور وغيرها نناقشها معكم في حلقة خاصة من برنامج طبيب وراء الميكروفون مع الدكتور فائق نيكولاس شما الحاصل على البورد الأمريكي في أمراض العقم وأخصائي الغدد الصماء والأمراض التناسلية وأحد أهم الأطباء في مجال اختصاصه. بعد الفصل نبدأ حوارنا. مراكز IVF ميشيغان للخصوبة وأطفال الأنابيب الرواد في مجال الطب التناسلي تعلن عن استقبال مراجعيها في بلومفيلد هيلز ومراكزها المنتشرة في ميشيغان وأوهايو، حيث يتواجد أمهر الأخصائيين لتقديم الاستشارات في جميع مجالات التلقيح الصناعي. يعتبر الدكتور نيكولاس شما أحد أهم الأخصائيين في الغدد الصماء التناسلية في ولايتي ميشيغان وأوهايو، حيث أجرى أكثر من 10,000 عملية طفل أنبوب وساعد الآلاف من الأزواج على تحقيق حلم الأبوة. يحمل الدكتور شما شهادة البورد الأمريكي في كل من أمراض النساء والتوليد، أمراض الغدد الصماء التناسلية والعقم، رعاية طبية ممتازة وتفهم عميق للأثر العاطفي والنفسي لحالة العقم. للاستفسار اتصلوا على 248-952-9600 248-952-9600. سوا على الهواء. سوا على الهواء يأتيكم عبر أثير إذاعة صباح الخير. صباح الخير أمريكا. من يوم اللي تكون يا وطني الموج. مرحبا بكم في حلقة جديدة، أسباب العقم وهل يصاب الرجل بالعقم فعلا. دكتور شما انضم إلينا الآن عبر الهاتف. صباح النور دكتور. صباح الخير يا ليلى لإلك ولكل المستمعين، الصباح الحلو هون عندنا بمشيغان. على الأقل الشمس أشرقت يا دكتور اليوم إن شاء الله، ودرجة الحرارة ارتفعت قليلا، يعني عم نتفائل إنه إن شاء الله الربيع قادم والصيف قادم أيضا بعد شتاء طويل. هو الحمد لله دائما هذه شغلة أكيدة، يعني بيجينا شي نهار شمس من الشكل يعني. دكتور يعني نبدأ حوارنا معك هذا الصباح بتعليق على ما قلته لك من إحدى المستمعات. سميرة أرسلت لنا تقول: دكتور العقم ذنب يلازم المرأة تتحمل عبئه ولو كان مصدره الرجل، الثقافة المجتمع المحيط بنا كما تقول تحتم أن تنجب المرأة عقب زواجها مباشرة، ولو أن الأمر يعني غير لا علاقة لها مباشرة إلا أنها تتحمل الذنب في معظم ثقافتنا الشرق أوسطية. كيف ترد دكتور؟ صحيح كثير، يعني أنا لقلك عدد الأشخاص اللي بيجوا لعنا وكلياتهم رجال ما عندهم أبدا مشكلة، وما نطلب منهم يعني نعمل فحص السائل منه بيقول ليه ما في حاجة لشو أنا ماشي حالي، يعني هيدا جوابهم دايما.
يعني دكتور ما عندك اي مشكله ابدا. هي دايما المشكله من المراه يعني. اليوم المستمعين الاعزاء رح يزعلوا مني بس اتس نوت فير يا دكتور، يعني دايما المراه هي اللي بتتلقى اللوم ودايما العبء والضغط المجتمعي عليها. يا ترى دكتور هي الثقافه موجوده ايضا عند الامريكانز ولا بس عند العرب؟ لا لقلك يعني هي موجوده عند كل البشر. يعني عاده الانسان ما بيحب يحمل لحاله مسؤوليه. اذا فينا بيصير عندك مشكله، هي مشكله بالحياه ما لها علاقه بالانجاب والاطفال وتفر. عاده الانسان دائما بيكون ديفنسيف، يعني عاده الانسان دائما بيقول انه المشكله مش انا عملتها، هيدي هيدا صاحبي عملها او صاحبتي عملتها او هيدا التاني عملتها. ما بحياته حدا عنده هو السبب من المشاكل. فهيدي نفسية طبيعية عند البشر. هلأ من الناحية الثانية لو عنا المجتمع العربي، نحن الرجال عادة عندهم مشكلة. المشكلة انه ما بيقدروا يكونوا على علاقة متساوية مع المرأة، الجنس الاخر، مع الجنس الاخر اللي هو المرأة. ف بسبب هذا الإشكال اللي هو واضح عنا بالشرق لحديث هلأ، مع أنه عم يتحسن كتير. نعم. بالنسبة للرجال ما عندهم مشاكل أبدا. يعني دكتور أنا متفاجئة أنه عادة اللي بيعيش في بلاد الغرب ممكن أن تتغير ثقافته بالنسبة لحساسية الموضوع، لكن اللي حضرتك عم بتقوله لا، أنه لسه هذه النظرة موجودة. إذن ليست فقط في العالم العربي وإنما هنا نواجهها أيضا. هناك رفض أن يكون هناك مشكلة إذا كان هناك حالة يعني من عدم الإنجاب بين الزوجين. أنا أستغرب يعني دكتور أنه المجتمع عندما يكون أكثر انفتاحا يجب أن يكون هناك ثقافة فتنا بتتغير. صحيح يعني؟ صحيح يا ليلى، بس خليني اقول لك شغله. انا مثلا انا وياك عايشين بميشيغان، اذا بتروحي على محلات بميشيغان مثل مثلا ديربون تفتكري حالك اكثر من بلبنان. تمام. يعني بلبنان ما انه هيك، بيروت از ديفرنت. نعم. يعني متمسكين بالعادات والتقاليد والاصاله. مثل ما طلعنا. نعم. بلبنان تغير وقدموا وما بعرف شو كنا هون عندنا بعدنا على الدقة القديمة مثل يقول. نعم دكتور، هل الموضوع يعني نحن جزء كبير من برنامجنا هو برنامج تثقيفي وتوعية، وأيضا يتابعنا العديد من أمريكا والعالم العربي ومن كندا. يعني هل الأمر مرتبط بمفهوم الرجولة؟ يعني هناك خلط دكتور بين الرجولة وبين الإنجاب، هذا خلط واضح جدا. يعني أبدا أبدا ما في، يعني ما في، في أسباب كثير قليل اللي هي بيكون في علاقة، بس أغلب الوقت almost 95-98% ما في علاقة. فخليني أول شيء صح شغلي ذكرتيها بالأول ليلى، بس إنه نكون واضحين. نعم. أنت ذكرتي إنه نسبة المشاكل عند الرجال عند بالنسبة للإنجاب 30%، هي تقريبا 30%، هي نسبة كثير أكثر من هيك خصوصا عنا بالشرق. أنا أعطيتهم كريدت دكتور. أنا حسب دكتور هيدا الإحصائيات المتواجدة. كمان أنا أشكرك على تصحيح أي معلومة، يعني أنا أخذ معلوماتي من الإنترنت وما هو موجود، وطبعا حضرتك الأجدر أنه تصحح لنا أي معلومات موجودة على الإنترنت. نعم. مش هيك بقول لك، هو عادة بالمجتمع الغربي تقريبا 20-30% السبب واضح عند الرجال، بس 40% زيادة تقريبا هو السبب بيكون عند الرجال وعند النساء بذات الوقت. فإذا بتجمعين اثنيناتهم مع بعض، الرجل عنده المشكلة خصوصا هلأ بال 2019 و20 المشكلة تقريبا 50-60% من المشكلة هي من الرجل مش من المرأة. وبالمجتمع العربي النسبة أكتر actually مش أقل لسبب واضح. نحن عنا بعد حمد الله بالعالم العربي وبالمجتمع العربي اللي عايش بالولايات المتحدة بكندا، بعد الأمراض التناسلية عند النساء العربيات أقل من النسبة عند المجتمع الغربي. فمنشان هذا السبب النسبة يكون الرجل هو السبب بعدم الإنجاب أكثر من المجتمع الغربي، يعني أكثر بتقريبا 10%. نعم. هيدي لازم كتير لازم يعني تكون واضحة عند المجتمعات.
لنجاوب على سؤالي الأول أو الملاحظة الأول اللي ذكرتها يا ليلى، إنه أهم السبب عادة بالعقم عند الأشخاص اللي بيجوا لعنا أغلب الوقت يا ليلى هو الرجل مش المرأة. يعني دكتور هلأ النساء اللي عم بتسمعوا لك كتير لح ينبسطوا هلأ كل السيدات انبسطوا انه في هذه الحقيقة ثابتة وعلمية، ودكتور شما يعني الأجدر أن يعني يعطينا هذه المعلومة. إذن هناك ظلم للمرأة دائما تحميلة التبعة عدم الإنجاب، يعني ليست المرأة هي دائما العامل والنسبة أكبر عند الرجل. هل صحيح هذه المعلومة نثبتها دكتور؟ صحيح كليا. نعم دكتور، يعني خلينا نبدأ بتعريف العقم عند الرجل. إذا حبينا هيك نعرف قبل أن ندخل في أعراض العقم وكيف يعرف الرجل أنه ربما لن ينجب أو ربما لديه مشاكل، ما هو تعريف العقم عند الرجل؟ قبل ما أجاوب هذا السؤال يا ليلى، بس قبل ما نعرف شو العقم بدي بس أذكر أنه أنت ذكرتي أنه العقم له علاقة بالرجول، سألتيني إذا هيدا صحيح يا ما لا، قلت لك بأغلب الحالات الجواب لا. أنا عانيت دكتور تحديدا أنه ربما حساسية الموضوع بالنسبة للرجل ترتبط بهذا. دائما نعم صحيح. حتى الأشخاص اللي بيجوا لعندي يا ليلى وعندهم مشاكل يحبلوا أغلب الوقت هني بيكونوا منزويين، يعني ما بيخبروا حد تاني انه اجوا شافوا حدا، وبيحبلوا مره ومرتين وثلاثه. واوعى يا دكتور شما تخب من معارف تبعوتنا يعرف انه جينا لعندك لهالدرجه لهالدرجه، لانه خصوصا اذا كانت المشكله من عند، لانه بالنسبه لهم انه في الرجال، يعني هيدي مثل ما ذكرتي انت اللي علاقه بالرجوله ولا بالحضور والمجتمع وكذا. هلا انا اللي بدي اجرب اقوله انه اغلب الوقت الأسباب عند الرجل ما إلى علاقة بالرجولة، لأنه ما إلى علاقة إذا كان الإنسان رجل. هيدي شخصيات، هيدي شخصية ما بتتأثر بالهرمونات وبتتأثر بغير إشياء، وأغلب الهرمونات صحيحة عند الرجل. من المشكلة هي لعدم الإنجاب، في معدل بسيط تقريبا 2-5% من الرجال عندهم مشكلة بالخصوبة، وهيدي المشكلة إلى علاقة ساعتها بالهرمونات وإلى علاقة بإذا مبين كرجل أو مش مبين كرجل من ناحية تأثير الهرمونات على الشكل وعلى على التصرف. فأغلب الوقت ما إلى علاقة كليا بالرجول. إذن ترتبط بحالة نفسية دكتور، يعني أو بثقافة غلط أو بثقافة غلط، خلينا نقول عنا انه نربط هذا الموضوع بالرجوله. لكن لانه هيستوريكلي، يعني على 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 مش سنين، على تقريبا على مئات السنين، ما كان في، يعني ما كان ينعرف شو المشكله، وكان الرجال اذا ما قدر يخلف يجيب مره يغير المره او يغير مرتين وثلاثه واربعه وخمسه، وبعدين لا يعرف بعد انه ما في عنده مشاكل. وكثير كان حالات بالتاريخ انه بالقليل بالاخير بعد 3-4-5 نسوان يطلع له واحدة من النساء تخلي انه مره ولد، ويمكن ولد ما يكون له، يعني تاريخيا دائما المشاكل كانت عند المره ومش عند الرجل، وهيدا بالمجتمع الشرقي وبالمجتمع الغربي كمان قبل ما ينعرف الاسباب وكيف بيخلفوا وليش ما بيخلفوا. دكتور أنا دايما بحاول يعني أعمل، طالما نحن عايشين في الولايات المتحدة الأمريكية ونحن نتحدث ونحاور مجتمعنا الشرق أوسطي، هذه النسب موجودة بنسب متساوية بين الرجل الشرقي والرجل الغرب من أصول شرق أوسطية، والرجل يعني الأمريكي بأصوله مثلا من أي بلد كان في الغرب؟ لألك هي النسبة أكثر للمشاكل عند الرجال مثل ما ذكرت لك بالمجتمع الشرقي أكثر من المجتمع الغربي، لسببين واضحين. أول شيء نسبة الأمراض التناسلية عند النساء أقل، and therefore النسبة عند الرجال بتكتر، بس لأنه هي نسب عم تحكي. تمام، هي أول شغلة. ثاني شغلة نسبة التدخين
السموكينج يعني بالعربي بالانجليزي سموكينج اكثر عند المجتمع الشرقي بعده من المجتمع الغربي تقريبا ب 5-10%. وبعدين المجتمع التدخين تبع الهوكا اكثر يا ليلى. نعم نعم. الشيشه دكتور نحن بنشيش اكثر يعني قليل ما اشوف امريكا عم بيشيش. يعني ممكن هدول النسب اثنين. نعم. نسبة المشاكل أكثر عند الرجل الشرقي من عند الرجل الغربي بهيك حالات. مع أنه إذا بدنا نذكر إذا سألتيني يا ليلى أنه شو هني كيف فينا نوصف العقم عند الرجال أو عدم الإنجاب عند الرجال، هو عدم الإنجاب ما بحياته was defined، يعني ما بحياته نحن قلنا انه الرجل ما بيقدر يجيب الاولاد او المرأة ما بتقدر، هن الشخصين مع بعض ما بيقدروا يجيبوا اولاد لانه as you know of course بس المرأة فيها تكون حامل. فلهالسبب الواضح نحن we define عدم الانجاب لما الشخصين يجوا لعنا المرأة والرجل وما عم يقدروا يجيبوا اولاد يعني فترة معينة عند المرأة إذا كانت تحت 35 سنة مثل ما ذكرنا بالحلقات الماضية كثير مرات لازم يكون في سنة جربوا ما قدروا، وإذا فوق 35 ست أشهر، وبعدين إذا فوق 39 نحن منعتبرهم أنه ما بيقدروا يجيبوا لحديت ما يجيبوا، يعني ما في فترة زمنية تمنع الفحوصات بهذا العمر. مع أنه ذكرنا هدول الأرقام سنة وست أشهر and so on، أمراض إذا في سبب واضح يا ليلى ما لازم ينطر واحد ولا شهر ولا شهرين، يعني إنه شو ما إله نفع إنه نطرنا شو بنطر for anything. فإذا السبب واضح ما لازم ينطر. أعطيكي مثل، إذا مثلا مريض عارف إنه عامل هو تسكير الأنابيب تبعوته قبل، صحيح؟ تمام. ما ضروري ينطر، ما عارف إنه ما بيقدر يجيب أولاد، كيف يجيب أولاد؟ عرفتي كيف؟ إذا ما عملنا له نحن عملية وأخذنا له زرع من الخصية تبعيته. فأمراض الأسباب واضحة وما لازم واحد ينطر، بس إذا ما في سبب أتليست عند الشخصين واضحين في مجال ينطروا ندفي، خصوصا إذا كانوا بعمر صغير. دكتور، في ترددت علي مؤخرا من العديد من اللي عم يتسمعوا على برنامجك كلمة أنه عم بيشوفوا أطباء والطبيب بيقول الأسباب ما في سبب، أنتم ما عم تحملوا وما في سبب واضح. حضرتك نبهتني أنه هيدا الكلام مش دقيق من البداية، وبحب ركز ونأكد على هالمعلومة. لازم يكون في سبب، لكن يمكن الطبيب اللي عم بيشوفوه أكيد ما قدر يتوصل لهالسبب. هل كلامي دقيق دكتور؟ فقط تعزيزا للمعلومة. صحيح، لقلك نحن الحمد لله يا ليلى انه اغلب البشر ما عندهم مشكله كليا يجيبوا اولاد. وفي كثير ناس اللي عندهم الخصوبه طبيعيه من اول مره من اول شهر شهرين بيجربوا يحملوا بخلفوا بيجيبوا اولاد. فهيدي 95% من البشر هلا على الكره الارضيه اليوم. مع 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 كل هالشيء المعلومه اللي ذكرتيها انه كثير صحيحه، مش بس شوي صحيحه. فلازم الإنسان يعرف إنه المشكلة عند الأشخاص اللي خلفوا يجيبوا أولاد أمراض دائما فيها سبب، وإذا ما نعرف السبب يا ليلى هو المشكلة بترجع عند الطبيب مش عند المريض، لأنه دائما في سبب. ما معقول ما في سبب هلا وقت ما يذكروا إنه السبب منه واضح، هيدي لأنه يعني بتوقف قدي انت عملتي فحوصات او الحكيم الطبيب عمل فحوصات، واذا كان الطبيب اخصائي او اذا كان يعني سب سبيشالست بالانجليزي او ريجولر جاين شايف مريضه يعني ما بشوف مرضى كثير بهيك موضوع ومنه متخصص ما بيقدر يعمل. اذا لكل حاله هناك سبب، وعندما لازم نحاول انه نلجا للطبيب المختص مثل ما عم تقول دكتور، اللي عنده نولج اللي عنده معرفه يتوصل ليه هناك ما عم بيصير حمل
وبالتالي يمكن تجاوز الموضوع، وبالتالي ممكن فرص النجاح أكبر في أي حالة، مثلا حقن أو أو أو, أو زراعة أو ممكن معالجة. يعني استمعت لأكثر من حالة دكتور حكوا معي، وهن صبايا صغار يعني في عمر 30 تحت السن اللي حضرتك بتقول ممكن يكون في صعب شوي إنه يحملوا، وعم بيقولوا لي إنه هنا في الولايات المتحدة الأمريكية عم بيراجعوا كانوا أطباء وعم بيقولوا لهم إنه أنتوا اثنين ما فيكن شيء وما في سبب إنكم ما تحملوا. طيب هذا يتناقض دكتور مع اللي حضرتك عم بتقلنا وتأكد لنا، يا بس أنا تعزيز وتأكيد للمعلومة إنه هذا الأمر مش دقيق علميا، ولازم يدوروا على دكتور مثل ما عم تقول حضرتك يعرف شو السبب. لك يا ليلى، المشكلة الثانية بتصير دائما إنه ما في كتير أطباء بالولايات المتحدة، وإذا ما في أطباء بالولايات المتحدة بالعالم العربي أكثر بكتير، ما في كتير أطباء متخصصين لدرجة التخصص مثل غيري بالفيلد تبعنا بأمريكا. يعني نحن تقريبا فيك تقولي بالولايات المتحدة كله في عندك أقل من 1000 طبيب بس متخصص مثل ما أنا متخصص، فهيدي منه انك كتار هدول الاطباء. يعني بمشيغن يمكن عندك شي 15 واحد 20 واحد، هيدي هي. We are lucky at US Arab Radio دكتور to have you، وتخصص لنا وقت لنعزز هذه الثقافة، وفعلا هي فرحة إنجاب الأطفال لكل أسرة تتوج الزواج، وطبعا الله إن شاء الله يعني يكون هذا الموضوع والأمل لدى كل الأسر وكل الأباء الذين والأمهات اللي عم بيتسمعوا لنا. نطلع فاصل للإعلان ونعود معك دكتور في تعريف دقيق للعقم عند الرجل بعد الفاصل. When it comes to reproductive medicine, IVF Michigan Fertility Centers are the recognized leaders. With locations in Bloomfield Hills and 5 other cities in Michigan and Ohio, IVF has experts in all aspects of the field. As a founding member of IVF Michigan Fertility Centers, Dr. Nicholas Shama is one of the leading reproductive endocrinologists in Michigan and Ohio. Dr. Shama has performed over 10,000 IVF cases and has helped thousands of couples fulfill their dreams of parenthood. American Board certified in both obstetrics and gynecology and reproductive endocrinology and infertility, Dr. Nicholas Shama is a very caring, compassionate, expert physician that understands not only the medical but also the emotional toil of infertility on his patients. When it's time, get personalized care from Dr. Nicholas Shama at IVF Michigan Fertility Centers in Michigan and Ohio. Call toll-free 855-952-9600, 855-952-9600. سوا على الهواء، سوا على الهواء، سوا على الهواء، ياتيكم عبر أثير إذاعة صباح الخير. صباح الخير أمريكا. من يوم اللي تكون يا وطني. هل يصاب الرجل بالعقم؟ ما هي الأسباب وطرق العلاج؟ هذه الحلقة تثير العديد من التساؤلات الهامة، وبضيافتنا الدكتور نيكولاس شامة أخصائي أمراض العقم والغدد الصماء والأمراض التناسلية. دكتور قبل الفاصل يعني طلبنا تعريف دقيق للعقم بالنسبة للرجل، كيف يكون الرجل عقيما؟ اللي هو نحن العقم مثل ما ذكرت لك، اذا ما بيقدروا يجيبوا اولاد، وهلا اذا ما قدروا يجيبوا اولاد نحن الفحص الاول اللي لازم ينعمل هو يتاخذ مثل سؤال وجواب من المريض لنشوف اذا عنده مشكله او واضحه بس بالحكي بالاول، وبعدين نعمل له بعد نفحصه، وبعدين نعمل فحص للسائل المنوي يا ليلى، وعلى هيدول الفحوصات بنعرف إذا الرجل عنده مشكلة أو ما عنده مشكلة. بس بالنهاية فحص السائل المنوي كتير مهم لينعرف قدي البذرة أو النطف موجودة، قدي عددها، وقدي إذا عم تمشي بطريقة طبيعية أو ما عم تمشي بطريقة طبيعية، وإذا كان شكلها طبيعي أو ما كان شكلها طبيعي. فهيدا الفحص كتير مهم، وأمراض هيدا الفحص ما بيقدر ينعمل لسبب من الأسباب، مثلاً ساعتها نحنا من نروح أمراض على الخصية لنقرر إذا موجودين النطف بقلب الخصية أو ما موجودين.
دكتور، نبدأ بسؤال مهم. أعراض العقم عند الرجال، هل تكون هذه العلامات والأعراض واضحة في كل الوقت؟ يعني دايما هذه الأعراض ظاهرة عند الرجل بخلاف طبعا عدم قدرة الزوجة على الحمل؟ لا لألك يا ليلى، العقم عند الرجال أغلب الوقت أعراضه ما موجودة أبدا. يعني أغلب الرجال اللي عنده المشكلة إنه النسوان تبعوتهم يحبلوا أو لا، ما بيبين عندهم أي عوارض whatsoever. يعني ما بيكون عندهم أشياء بتقولي أنت لا واضحة إنه شو السبب. بس أعطيكي أمثال كتير بيكون الأسباب نحن لازم نعرفها. يعني بتبلش من على زغر بتبلش إذا الرجل مثلا وقت ما خلق كان عنده مشاكل بالخصية. في عندك تقريبا 100 من الأولاد الصبيان وقت ما يخلقوا يا ليلى الخصية ما بتكون نازلة، أو الخصيتين ما بيكونوا نازلين. بيكون عندك أولاد أمراض عندهم مشاكل بوين بيطلع البول على الحمام، بيطلع محل غلط. في عندك مشاكل، بيكون عندهم مشاكل بالكلاوي وقت ما يخلقوا. في عندك أولاد مثلا بيكون عندهم أمراض على فترة صغيرة، بيكون كثير معهم أمراض سرطانية، أمراض جرثومية على الصغر بتأثر على كبر على الخصية وعلى قدرة الإنجاب. أمراض بيقدروا بيكونوا أولاد عندهم أمراض مزمنة مثلا عم تحكي تلاسيميا، عم تحكي سيكلسل، هدول أمراض بالدم بتأثر. السكر على ولد على فترة طويلة كمان بيأثر. يعني عند كثير أسباب بتبلش بالصغر وبعدين بتبين على كبر، بيكون معقول كثير إيش يعني بتأثر على قدرة الإنجاب. والوظيفة تبع الطبيب يا ليلى إنه يقدر يشوف إذا هيدول الأسباب إلى علاقة. دكتور، وبعدين إذا إلى علاقة كيف فينا نعالجها؟ طيب دكتور، في أي مشاكل ظاهرة في الوظيفة الجنسية، هل نستطيع أن نربط ممكن هذه العلامات بمشاكل في الوظيفة الجنسية ولا ما لها علاقة؟ لكن إلى علاقة كتير مهمة. إذا بيجوا لعندي مثلا شخصين يا ليلى وبيقولوا لي إنه ما بيعملوا مجامعة، كيف بدهم يحبلوا؟ يعني ما عندك فكرة عدد الأشخاص بشوفوا هنا، يعني بسألهم يعني قديش أنتوا بتعملوا مجامعة؟ يعني مرة بالشهرين، طب كيف مرة كيف بدكم تحبلوا أنتوا؟ يعني هذا أهم سبب دكتور، يمكن ما بيحبوا بعضهم. ما بيحبوا بعضهم لا يجيبوا أولاد، ما هيك دكتور؟ أنت بتقول لا يجيبوا أولاد. أنا دائما أقول هيك. نعم. يعني أول شيء نحن من مضبين تحبوا بعضكم تجوا من شوفهم، ما بتحبوا بعضكم ما ضروري نشوفهم. نعم. يعني أول شرط لنجيب أولاد لازم نحب بعضنا. لا لا الشيء لا معنى. نعم نعم. يعني أي أنا اللي يعني مجامعة نحن بنطلب من، يعني مش بنطلب نحن من، ليكون في عندك يعني نسبة كبيرة بالحمل المفروض المجامعة تكون مرتين ثلاث مرات بالأسبوع حول العادة الشهرية. يعني وقت ما تيجي يكون بنص الشهر عند المرأة لازم يعملوا مجامعة مرتين لثلاث مرات ليقدر يكون عندك عم تعطي نسبة ليقدروا الأشخاص يقدروا. يعني دكتور خلينا نعزز هذه المعلومة الطبية، يعني خلينا نقول بعد الدورة الشهرية بالنسبة للمرأة مثلا بكم يوم هي فرص الحمل أكثر؟ لأنك عادة الدورة الشهرية عند النساء تجي كل 28 ل 30 يوم. نعم. إذا كل 28 يوم يعني إذا ببلشوا تقريبا بعد 7 أيام 8 أيام من ما تجي الدورة، من أول نهار من الدورة يعملوا مجامعة كل يومين ثلاثة بيمشي الحال، بيحبلوا بأغلب الحالات. في أغلب الحالات. نعم. يعني هناك بعض الدراسات دكتور بيشيروا إلى مشاكل في الوظيفة الجنسية، مثلا صعوبة القذف، وجود كمية صغيرة من السائل المنوي وغيره وغيره من هذه المشاكل الجنسية اللي أنا يعني طلعت عليها في بعض الدراسات على الأونلاين. إلى أي مدى دكتور هذا الكلام دقيق وصحيح؟ صحيح يا ليلى، صحيح. هلا لأعطيكي مثلا، أنت هو يعني اللي ذكرتيه كثير صحيح لدرجة إنه إذا الإنسان عنده مشكلة خصوبة، يعني عنده مشكلة بالناحية إنه يكون يقدر يعمل مجامعة طبيعية، إيه ما في مجال يحبله. وهيدي كثير أمراض يا ليلى إلى علاقة بالهرمونات عند الرجال، يعني وإلى علاقة بالعمر. أنت إذا
ذكرتي لي قبل وقت ما قلتي لي انه شو معقول نحكي اليوم الصبح، سألتيني انه في معقول يكون العمر له علاقة بالانجاب. هو الجواب واضح، انه كل ما كبر الرجال وكل ما عند الغربي والشرقي بيصير عنده مشكلة بالانجاب اكتر من اذا كان اصغر بالعمر. أنا بدي وقف عند هالمعلومة دكتور، أنا بدي وقف عند هالمعلومة. يعني في كتير من الرجال، وأنا يعني مطلع على كتير، إنه الرجل ما بيعيبه شيء لما بيكبر وبيتزوج وبأي عمر ممكن ينجب. أنا بدي وقف عند هالمعلومة دكتور. طيب خليني أقولك هلأ، هو بالعالم المجتمع الغربي، لأنه الرجال والنساء كلياتهم عم بيروحوا وياخدوا شهادات عالية ويروحوا على الجامعات وما بعد شو، صاروا عم بيأجلوا الإنجاب. يعني تقريبا 10% من الرجال اللي عم يكون عند أولاد لأول مرة، 10% يا ليلى، عمرهم فوق 40. يعني هيدي النسبة كتير عالية. وإذا بتشوفي قديه عمر الرجل من يخلق عنده أول ولد بالولايات المتحدة، تقريبا 5 سنين أكتر من ما كان من 30 سنة. يعني كله هيدا بيأثر تغير على ظروف الحياة. يمكن دكتور صارت أصعب. صحيح. صحيح. نعم. أول يعني المعيشة أغلى من ما كان قبل. الإنسان عم يضطر إنه يأخذ شهادات عالية أكثر، وكل هيدا بيأثر على إمتى بده يخلف ويجيب أولاد ويفضى يخلف ويجيب أولاد عند الرجال وعند النساء. بس عند الرجال المشاكل اللي بتصير أقل إلى علاقة بالعمر من عند النساء. عند النساء واضحة، كل ما كبرت المرأة كل ما قدرت الإنجاب بتخف لدرجة إنه بعدين بعد فترة معينة من العمر ما في تجيب أولاد. عند الرجال بيضل عندك قدرة تجيب أولاد، القدرة تكون أقل، وقدرة المجامعة كمان بتصير أقل. هلأ لأعطيك مثال، 50% من الرجال، 50% من الرجال فوق عمر 50 عندهم مشكلة بالمجامعة. يعني عندهم مشكلة مش بس بالقذف، بس يقدروا يعملوا مجامعة. هلأ ما معناها انه لأنه عندك 50% بيكون عمره 90 سنة الرجال وما عنده مشكلة، بس 50% عندهم مشكلة، وخصوصا إذا كانوا بيدخنوا. نعم. خصوصا يعني لو أنا بقول لهم لكل الرجال إنه تخيلي عيد النسبة 60% من الرجال بتدخن على فترة أكثر من 20 سنة، 60% وقت ما يصير عمرهم 60 ما بيقدر يعملوا مجتمع. هن لو الرجال بيعرفوا هيدي المعلومة ولا واحد منهم بيدقر الدخان، ببطل. هلا نحن عم نقول لهم هالمعلومة دكتور، 60% عند عمر 50 ممكن تتأثر حالتهم، يعني بالنسبة للحياة الجنسية والحياة الزوجية. نعم. مش بس خليني كثر لك أكثر. نعم. على عمر 70% 70 على عمر 80% مهني كلياتهم هول لهم علاقة بالمدى. يعني لو الرجال بيعرفوا هيدي المعلومات ولا واحد منهم بيدقر الدخان، ولا واحد. يعني دكتور يعني أنا بستغرب لهلأ في نقاش مع ناس مثقفة جدا، خلينا بنفس السياق، بيقولوا إنه الشيشة منا مضرة، يعني بالنسبة لإلهم الشيشة أو الهوكا منا مضرة. حضرتك قلت في السابق إنه ضررها أكبر بكتير حتى من السيجارة العادية، يعني بالنسبة للضرر التأثيرة. يعني هن الاثنين مضرين، لكن تعزيزا اللي عم بتقوله دكتور، الهوكا أيضا مضرة. ولهلا انا بستغرب ناس مثقفه جدا وبتقول يعني لا ضرر، ما لها ضرر وضرر اخف كتير. هو يعني مضره لدرجه انه انا ماني بس عم بحكي على الخصوبه، لو ما عم بحكي على مشاكل القلب، مشاكل الشرايين، مشاكل الدماغ، مشاكل الصدر. يعني اذا اللي بيفكروا منها مضره بيكونوا عايشين بغير كوكب. اني نطلع فاصل الآن ونعود معه في هذا الحوار الشيق والمفيد، وهذه المعلومات الطبية التي نتوخى من خلالها أن يكون هناك توعية وتثقيف للجالية العربية والأمريكية بأهمية هذه المواضيع، تعتبر حساسة نوعا ما في مجتمعنا الشرق أوسطي، ونتداول من خلالها معلومات أهم فيما يتعلق بحياتنا الأسرية بعد الفصل. مر
مراكز اي بي اف ميشيغان للخصوبة واطفال الانابيب الرواد في مجال الطب التناسلي تعلن عن استقبال مراجعيها في بلومفيلد هيلز ومراكزها المنتشرة في ميشيغان واوهايو، حيث يتواجد امهر الاخصائيين لتقديم الاستشارات في جميع مجالات التلقيح الصناعي. يعتبر الدكتور نيكولاس شما احد اهم الاخصائيين في الغدد الصماء التناسلية في ولايتي ميشيغان واوهايو، حيث اجرى اكثر من 10,000 عملية طفل أنبوب وساعد الآلاف من الأزواج على تحقيق حلم الأبوة. يحمل الدكتور شما شهادة البورد الأمريكي في كل من أمراض النساء والتوليد، أمراض الغدد الصماء التناسلية والعقم، رعاية طبية ممتازة وتفهم عميق للأثر العاطفي والنفسي لحالة العقم. للاستفسار اتصلوا على 248-952-9600 سوا على الهواء. ياتيكم عبر أثير إذاعة صباح الخير. صباح الخير أمريكا. من يوم اللي تكون يا وطني. صباح الخير أمريكا. هل يصاب الرجل بالعقم وما هي الأسباب وطرق العلاج؟ دكتور يعني كنت تذكر لنا نسب عالية جدا، يعني 60% و70% النسب اللي تأثر على الخصوبة. تعزيز للمعلومة في الناس اللي بتدخن أو الرجال اللي بيدخنوا على مدى 20 عام، كما فهمت منك دكتور. يعني هذه النسب كبيرة هلأ، بس هذه لازم يعني شغلة أكيد كثير معروفة بالمجتمع، يعني بتمنى ان كل اللي عم يسمعونا يقرروا لعد للاسباب الطبيه والكثيره انه ما يدخن. هلا في اغلب كثير من اسباب العقم يا ليلى الى يعني اذا بدنا نشخصها فيك تبلشي بالدماغ وبعدين تروحي على الخصيه وبعدين بتروحي على الاشياء اللي لها علاقه بالأنابيب اللي بتطلع النطف لبرا. قبل أن نتطرق دكتور، وردني سؤال على السوشيال ميديا، يعني من مستمع فضل عدم ذكر اسمه، بيقول لك دكتور يعني هل في هناك أعراض طبيعية؟ يعني كان هو وصغير عنده نمو بالثدي بشكل غير طبيعي، هل هذا دليل على العقم؟ لا، نمو بالثدي هلا في الثدي عند الرجال إذا كبر حجمه معقول يكون إلى علاقة بمرض الكبد أو إله علاقة بالبدانة، يعني بالسم إذا كان شوي الوزن تبعه زايد كتير بيأثر على الصدر عند الرجال، وإذا كان هيدا النسبة عالية أكيد بتأثر لأنه هيدا عارض للأسيجين الهرمون النسائي بيكون زايد عنده بالدم، فإذا عنده هيدا المشكلة مشان هيك الصدر تبعه أكبر يمكن يكون عنده مشكلة بالنطف. أكيد. نعم دكتور، إذا بلشنا يعني هلأ أسباب العقم عند الرجال، يعني شو هي العديد من الحالات والأسباب؟ ممكن نلخصها لمستمعنا، هي كتيرة لكن أهم الأسباب اللي حضرتك قد تسبب حدوث العقم عند الرجال. لقلك الأسباب هن إلى علاقة بنسميهم نحن pre-testicular بإنجليزي، testicular and post-testicular، يعني إذا الدماغ مثل ما قلت لك ما عم يفرز الهرمونات اللازمة، وهيدي أمراض بيكون إلى علاقة بمشاكل بقلب الدماغ، الهرمونات تبع الدماغ هيدول كمان الرجال ما بيقدروا يجيبوا أولاد. بعدين في عندك مشاكل اللي هي أغلب المشاكل إلى علاقة بالخصية، وهيدول المشاكل إلى علاقة بالخصية يا ليلى يعني اغلب الوقت الخصيه بتشتغل بس مش 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 زياده، بس في عندك اسباب الخصيه كليا ما بتشتغل. هدول الاسباب لهم اسباب جينيه يعني خلقيه، بيكون الرجل عنده مثلا مشاكل بالجينات تبعوته، بيكون مثلا بدل ما يكون اغلب البشر الرجال 46XY كروموزومز عندهم عدد الجينات، بيكون عندهم زايد كروموزوم اكس زيادي، وهيدا هو السبب الأكثر عند الرجال اللي ما بيقدروا يكون عندهم صفر من ناحية العدد السائل المنوي. وفي عندك أسباب بيكون الواي كروموزوم هيدا كمان بعدد الكروموزومات بالجسم بتكون زايدة كمان بتأثر على قدرة الإنجاب.
وفي بعدين أمر مشاكل إلى علاقة بالجينات المعينة على الواي كروموزوم، كمان أمراض بيكونوا غلط، وهدول كل الحالات بيكون عدد النطف صفر، يعني ما في نطف أبدا يطلع، وأمراض بنضطر نحنا ناخد من الخصية ديركتلي نعمل عملية صغيرة لنقدر نطلع النطف إذا موجودين، وحتى تقدر المرأة تحمل بهيك طريقة. فعندك أسباب إلى علاقة بالخصية، عندك أسباب إلى علاقة بالدماغ، بس الأسباب اللي بتأثر على يعني تقليل diminishing number of sperm، يعني بيطلع أقل نطف نطف، هي إلى علاقة بالطبيعة اللي يعني إحنا عايشين فيها، إلى علاقة بالكحول، إلى علاقة بالتدخين، إلى علاقة بالأدوية اللي عم ياخدوها الرجال، إلى عدة أسباب، إلى علاقة إذا صار عندهم التهابات بالخصية، إلى علاقة إذا صار تروما، يعني مثل سرطان بالعربي، لا تروما يعني تروما. إذا واحد ضرب إجيته على الخصية أوكي. أو عند الرجل، إلى علاقة بالأمراض السرطانية مثل ما تفضلتي وذكرتي، إلى علاقة إذا أخذوا أشعة، إذا علاقة إذا أخذوا أدوية كيماوية، يعني إلى علاقة كمان بالطبيعة اللي عايشين فيها. مثلا في كتير أشياء بلاستيكية موجودة بالانفايرمنت بالطبيعة اللي إحنا عايشين فيها، إلى بتأثر على قدرة الإنجاب، بسموهم بالإنجليزي فتاليتس أو بي بي اي، هيدول موجودين كتير بكتير أشياء حوالينا. وبعدين في مثل معادن موجودة بالطبيعة كمان بتأثر على قدرة الإنجاب عند الرجال. يعني قد ما قلك في أسباب نحن محاوطتنا بتأثر على قدرة الإنجاب. إذن دكتور، هل نشهد في المرحلة القادمة تراجع في معدلات الخصوبة؟ خلينا كمان نركز على معلومة مهمة. العديد من الدراسات الحديثة تؤكد أن هناك تراجع بشكل عام في نسب الخصوبة. هذا الكلام عالميا، ليس فقط على مستوى الولايات المتحدة العربية، وخصوصا بالعالم الغربي. خليني أقول لك، بالولايات المتحدة، نحن بالولايات المتحدة وبالعالم الغربي بكل العالم، لا لا للمجتمع يضل عدد السكان فيه طبيعي يا ليلى، لازم كل شخصين يخلفوا 2.1 ليقدر الإنسان يضل عدد السكان مش عم ينقص. بالولايات المتحدة نحن بالولايات المتحدة حاليا كل شخصين بيخلفوا 1.8 ولد. يعني عم بضحك، هو إذا بتحكي المعدل 1.8، ما في 8 من 10 من ولد. فاللي عم جرب قلك إياه إنه كل شخصين بالولايات المتحدة عم يخلفوا 1.8، معناها إنه عدد السكان بالولايات المتحدة إذا بس متكل على الناس اللي عم يخلفوا يجيبوا ولاد عم بيقل. بس نحن السبب إنه ما عم بيقل عدد السكان بالولايات المتحدة هي الهجرة للولايات المتحدة. هيدي بتعود على نقص عدد السكان اللي له علاقة بالخصوبة وله علاقة بالإنجاب. إذن we should send a letter to President Trump إنه يخلي كيب الهجرة مفتوحة دكتور. لأنه هذا سيأثر على معدل الخصوبة. أنا بفهم كتير بالطب. هو جزء مسحة يا دكتور. أبداً. هي مسحة يا دكتور مرتبطة. نعم. أبداً ما إلي علاقة بالسياسة. أبداً. نعم. إذا هنا. يعني دكتور هو الصحفي الناجح بياخد أدفانتج من معلومة مهمة طبية ولازم يعني يوقف عندها. نعم. لقلك بريزيدنت ترامب بس لنحكي هو ما مقصر. عنده يمكن شي 5-6 أولاد، ما بعرف قديش عنده أولاد، بعد عم يخلف. ما عنده مشكلة أبدا. ما عنده مشكلة بهالموضوع. لا هو بالعكس عم بيساهم. لا يكثر عدد البشر. نعم بس هلا بلا المزح، بس بالنسبة للعدد النطف عند الرجل العالم الغربي قال له يا ليلى 50% بالخمسين سنة الماضية. سوري 50%، يعني كان عدد النطف تقريبا كل مرة بيطلعوا نطف تقريبا 100 مليون، نزل ل
تقريبا 50 مليون عدد النطف عند الرجال اذا بتجمعيهم كلهم مع بعض. نعم. وهن يعني الرجل بيعمل نطف تقريبا 1000 نطفه بالثانيه كل حياته. 1000 نطفه بالثانيه يعني كتير بيطلع نطف من عند الرجال بس. نعم. هاي دول النطف عم بيقلوا للأسباب الطبيعية اللي احنا عايشين فيها. فإذا بتضل النسبة على التراجع بالنسبة للخمسين سنة القادمة هاي دي رح تخلق مشكلة كتير كبيرة بالعالم الغربي ويمكن العالم على الكل على الكل الأرضية كليا بسبب التلوث وبسبب الإشكالات اللي احنا من عايشين حواليها. يعني خليني أقول لك أنا مثلا لما نروح زور لبنان مثلا ما بعرف ما بزور غير لبنان بالعالم العربي عربي بس أنه لما نروح زور وبشوف أتي في تلوث بالطبيعة أنا بستغرب كيف أنا بدي بخلف وبيجيب أولادهم. يعني دكتور أنا في أثناء زيارتي لمصر وأنا ضحكت في أحد البرامج يمكن الزميل سامح الهادي طرح عليك أيضا موضوع أنه مصر ما شاء الله يعني ما عنده مشكلة بالنسبة للمواليد لأنه في يعني عدد كبير للسكان في مصر لكن استمعت إلى العديد أنه هناك مشاكل كبيرة في أيضا في الإنجاب وكمان حضرتك مثل ما تقول لخصوصية الموضوع ما بينحكى عنه دكتور او ما يعني بتتعلق الموضوع حساس مثلا الازواج بيعانوا بسبب ضغوط مجتمعيه وما فايضا هذا الموضوع الان هو في معظم العالم العربي ومن ضمن حتى اكثر البلدان يعني انه كثافه سكانيه هناك توجه الى مشاكل في الخصوبه وايضا في العقم بسبب حضرتك ما ذكرته من اسباب ربما يتجه العالم اكثر تلوثا او كومبليكيتد يعني تعقيدا لذلك في عم بيصير في مشاكل في الخصوبه الانفايرمنت نفسه عم بيأثر دكتور مضبوط بس خليني نحطها ان برسبكتيف هيدي المشكله بس بالعالم الغربي يعني اذا بتاخدي مثلا اسبانيا وعم تاخدي فرنسا وعم تاخدي ايطاليا مثلا كبلدان عدد نسبه الاولاد من شخصين هي 1.3 يعني ولا ممكن واليابان مثلا ولا ممكن هيدول الشعوب تضل عدد سكان فيها طبيعية إذا ما في عندك هجرة لهيدول البلدان بس بالعالم العالم الثالث إذا بدك تسميه أنا ما بعرف شو الثالث والرابع بس إنه بالعالم المنه متطور مثل العالم الغربي لأنه ما عندك ما حدا يعني كتير من أقل من العالم الغربي بيستعملوا موانع ليحبلوا بيخلفوا أكتر أولاد وهيدي عدد الأولاد اللي بيخلفوها ما تكون 2 أو 3 أو 4 أولاد حتى لو ناس ما قدروا يخلفوا يجيبوا أولاد الناس اللي بيقدروا يجيبوا أولاد بيخلفوا أكتر أولاد عرفتي كيف؟ نعم. فمشان هيك نسبة السكان بمصر على التزايد لأنه مش إنه شخصين بيخلفوا ولدين شخصين بيخلفوا 5 أولاد 5 أولاد نعم وأمرات بيتجوزوا أكتر من مرة واحدة تحكي لك 10-15 ولد نعم نعم دكتور يعني بدأنا في عاملين قلت حضرتك إصابات وأمراض الخصية هذا عمل أيضا عامل الحيوانات المنوية أو الخصوبة عم بتقل عدد النطف عم بتقل أسباب حضرتك ذكرتها وهي كتيرة بتتعلق بالبيئة ويمكن هذا بيستدعي مثل ما بتقول حضرتك نقاش وموضوع تاني كيف ربما نحافظ على الخصوبة على قدر المستطاع على خصوبتنا يعني قدر المستطاع في ظل هذا الانفايرمنت المتغير من حولنا هذا عاملين. طيب إذا قلنا ما هي العوامل الأكثر شيوعاً كمان دكتور أكثر في سبب هو موجود تقريباً عند 15% من البشر اللي ما عنده مشكلة بالخصوبة بس موجود بنسبة أكثر تقريباً 30-40% من الرجال اللي عندهم مشكلة بالخصوبة هو بيسمون الدوالي بالعربي أو الفاريكوسيل نعم هيدول الدوالي إذا كانوا موجودين أمر بيأثروا لأنه على الحرارة بقلب الخصية ما هو الإنسان نحن البشر وعدد من كمان الحيوانات مثل اللي هن بيسمون برايميتس الخصية هي برات الجسم عند الرجال مش مثل المبيض عند المرأة هو السبب واضح لأنه المفروض الحرارة تبع الخصية تكون تقريبا درجتين أقل من الحرارة بقلب الجسم إذا هدول الدوالي كانوا موجودين
حول الخصية بيزيدوا الحرارة لأنه الدم حرارته أعلى، وكمان معقول تأثر على قدرة الإنجاب وعلى عمل الخصية عند الرجل. فهيدول المشاكل إذا بتبينوا بعمر صغير من العمر في مجال يتصلحوا، ويمكن يأثر يعني يساعد تصحيح هذا الوضع بقدرة الإنجاب عند الرجل وعند الشخصين اللي عم يجربوا بالولاد. المشكلة كتير بتكون إنه إذا كانت الدوالي موجودة على فترة مزمنة طويلة كتير، الدراسات ما كتير بتفرجي إنه إذا تصححت بتأثر على قدرة الإنجاب. هيدا موضوع لازم كمان يعني مثلي الأسباب يعني ندخل دكتور في إن شاء الله في حلقة متابعة لهذه الحلقة في هذه العناوين اللي نحن عم نتناول الآن بشكل عام، وننتقل إن شاء الله في حلقات قادمة إلى نخصص شوي في هذه العناوين. طيب دكتور، إلى أي مدى كمان هناك من يشير إلى مشكلات وراثية؟ نحن تحدثنا عن مشكلات وراثية عند المرأة، مشكلات الوراثية عند الرجل، يعني هل ممكن أن يكون أيضا العقم وراثي؟ يعني إذا أبوه، إذا أحد أفراد عائلته مثلا خاله كان مثلا عقيم، هل يؤثر ذلك؟ هل تنتقل هذه الجينات إلى العائلة؟ لك هو الجواب تبعك أكيد، بس عادة أغلب الرجال اللي ما عندهم مشاكل أنه يحبلوا أولادهم، ما عندهم مشاكل يحبلوا من الناحية الوراثية، بس الريفرس أصعب بكتير. أعطيكي مثل، إذا مثلا الإنسان عنده مشكلة إنه هو الكروموزومات تبعوته غلط أو الجينات تبعوته على كروموزوم الواي غلط، عادة هيدا الإنسان ما بيخلف وبيجيب أولاد. يعني عاد أغلب المشاكل الجينية عند البشر هي بتخلق عند الولد وما إلها علاقة بالأب. عرفتي كيف؟ بس وين صارت المشكلة؟ إنه هلأ بالقرن 21 لأنه نحن عم نصلح ونصحح هدول المشاكل عند هيدي الرجال ونخليهم يجيبوا أولاد، إذا عندهم صبيان هدول المشاكل موجودة بالأولاد والصبيان. عرفتي كيف؟ فمعناها هيدي المشاكل بتقلها علاقة من الناحية الوراثية. هلأ في كمان أسباب، معلش دكتور، يعني في كمان سؤال ورد لحضرتك من صلاح. صلاح بيقول دكتور أنا تزوجت وأنا عمري 40 سنة، زوجته عمره 35 وصلنا عم بيحاولوا فترة وتبين أنه هو عنده نوع من العقم، ما عم بيقول شو هو، بس عم بيقول أنه هو خاله اثنين، عنده خوال اثنين ما عندهم حالة عقم، فهل هذا بالضرورة انه هو احد الاسباب اللي بالنسبة له ولا لا؟ خواله اثنين عندهم مشاكل بالعقم، عندهم ما قدروا يجيبوا اولاد، ما قدروا يخلفوا. لقلك في 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 مثل يعني ابوه ما عنده مشكلة دكتور، عم بيقول والده ما عنده مشكلة. صح صح صح. في امراض لها علاقة بيسمون بالانجليزي اكس لينكت، يعني بس بينتقلوا من الكروموزوم الاكس. هلا المراه لانه عندها 2 اكس كروموزومز، عندها 2 من هدول، ما عندها عوارض عاده من هالناحيه، بس اذا مثلا الاكس كروموزوم اللي هو الكروموزوم اللي موجوده عليه الريسبتور، اتصور انا بكون في دقيق، تبع الهرمون الذكري الاندروجين ريسبتور، إذا هيدا عنده مشكلة المرأة بتنقله لابن الولد الصبي بس مش البنت، وساعتها إخواتها للمرأة يعني إخواله بيكون عندهم 50% معرضين يكون عندهم نفس المشكلة اللي عنده إياها هو. ففي في مشاكل أمراض بتأثر على قدرة الإنجاب، وهيدي إلها علاقة بال الريسبتر تبع الهرمون الذكري عند الرجل، لأنه هيدا الريسبتر موجود على الأكس كروموزوم، وهيدول من الأمراض اللي بنسميهم إكس لينكد. هيدي حالة عادة بتكون منا شائعة، يعني قليلة لتكون، بس أكيد بنشوفها نحن. تحدث دكتور كمان حضرتك في معرض حديثك عن مشكلات هرمونية يعني بالنسبة للرجل، تعريف بهيك بسيط دكتور، شو هي المشاكل الهرمونية اللي ممكن تكون أحد الأسباب؟ لا أعطيك، يعني في أمراض الدماغ يا ليلى ما بيفرز
هرمون اسمه FSH وأنه هرمون تاني اسمه LH، لأن عنده يعني مشكلة بالغدة اللي موجودة بنص الدماغ بيسموها يعني hypothalamus pituitary بالإنجليزي، ما بعرف شو اسمها بالعربي. هيدي الغدة إذا الغدتين هو اللي إذا ما يفرزوا الهرمونات اللازمة ما بيقدر الإنسان يكون عنده النطف، وما بيكون عنده الهرمون الذكري بيكون قليل بهيك حالات. وفي كمان مشاكل يكون الهرمون اللي عم يطلع من الخصية قليل لمشاكل من الخصية. يعني الهرمون الذكري بيكون كتير قليل بهيك حالات كمان، مش لأنه الدماغ ما عم يعمل السيجنال اللازم. أيضا دكتور، يعني بما تبقى من الوقت لدينا 3 دقائق تماما، يعني نحن هلأ دخلنا في التعريف، إذا يبقى لدينا عامل دكتور حضرتك ذكرت العقاقير أيضا تؤثر سلبا على عملية إنتاج حيوانات منوية سليمة، لكن الأمراض المزمنة دكتور أدي إلى تأثير كثير يا ليلى. يعني لأعطيك مثل، إذا واحد عنده سكري لفترة طويلة ما في كثير بيأثر على قدرة الخصية تعمل نطف، وإذا خصوصا إذا هذا السكري ما كان متعالج بطريقة صحيحة، وبتأثر على كتير مشاكل بالخصية. وإذا واحد مثلا عنده مرض الكبد له علاقة بالكحول أو ما له علاقة بالكحول، كمان هيدي بتأثر على قدرة الإنجاب، أو إذا كان عنده أمراض جرثومية بالكبد. بعدين في عندك أمراض بالكلى، إذا الكلوي عند الرجل يعني الكدني بالإنجليزي كمان ما عم تشتغل، في هرمون اسمه برولاكتين بيصير عالي، وقدرة الإنجاب بتقل الصفر بهيك حالات وبعدين في عندك أمراض القلب، أمراض الرئة، إذا واحد صار عنده مثلا جلطة بالقلب أو جلطة بالدماغ، أو إذا صار عنده أمراض حروق بالجسم، كل هالأمراض الكرونيك اللي بتصير بتأثر على قدرة الإنجاب. دكتور أيضا هناك من يشير إلى جراحات سابقة، يعني في دقيقة من فضلك ونختم في دقيقة معك ونعزز للحلقة القادمة إن شاء الله، معلومات جدا مهمة دكتور والبرنامج غني جدا، يعني هل تأثير هناك تأثير لجراحات سابقة قمة عملناها يعني ممكن تأثر على العقم؟ لا أعطيك في جراحة، يعني هذه واضحة، إذا مثلا الولد هو صغير كانت الخصية ملانة وقت ما خلق وعملوا له كانت الخصية بالبطن، هيدي الخصية منها شغالة كتير بتكون. بعدين إذا في واحد عنده مثل فتاء بيسموه بالعربي باللبناني الدارج ما بعرف بإنجو فتاء يعني هرنيا إيه هرنيا، إذا عملوا له هرنيا وبالغلط بدل بس يمولوا الهرنيا كمان قصوا له الأنبوب اللي بيطلع من الخصية على لبرا، هيدا بيصير بيكون مشكلة، وأنا شايفه مليون مرة هيدا بالغلط بيكون بيصير مشاكل إلى علاقة بالجراحة. يعني في عدة أسباب بتأثر، هيدول اللي بيكون عندهم ما في مشكلة اللي بالغلط بقصوا الأنابيب ما بيكون عندهم مشكلة بالخصية، بس بيكون عندهم مشكلة بالنطق. إذن دكتور تكونكلود اليوم نصيحتك اليوم اللي تسمع علينا بهالمعلومات في نصف دقيقة دكتور، ونختم معك وإن شاء الله منكمل في العلاجات في الشهر القادم، ماذا توجه نصيحة دكتور في نهاية البرنامج؟ نصيحة الأولى والأخيرة يا ليلى، لأنه الإنسان إذا بده يجرب ويجيب أولاد ما ينطر كتير، وإذا كان السبب واضح ما يتفادى يعرف شو هو السبب ويروح عند طبيب يعرف يعالجه ويعرف يشخص الموضوع من الأول حتى ما يتعذب نفسيا وماليا واجتماعيا. وما يدخن دكتور 70-60% نسبة رح تأثر على الخصوبة، يعني كتير معلومة مهمة. أشكرك دكتور فائق نيكولا الشمع على هذا الحوار الشيق والمعلومات المهمة جدا، ونلتقيك إن شاء الله في الشهر القادم.